قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مساء الاثنين الماضي إن سلطات الاحتلال منعت إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا سيرتها الوزارة إلى قطاع غزة، وأكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن نتائج هذا الإجراء التعسفي المنافي للأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية، وشددت أن الحكومة الفلسطينية تقوم بالتواصل مع المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإيصال اللقاحات. معي للحديث حول هذا الموضوع وكذلك أيضا مواضيع أخرى في الملف الحقوقي الفلسطيني مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سيد محمد جميل. سيد محمد جميل، أرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. الآن علمنا بأن الاحتلال أخيرا وبعد الضغط سمح بدخول بعض اللقاحات إلى قطاع غزة، ولكن هذا التأخير والممانعة في إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة في المقام الأول أين يصب في القوانين الدولية والأعراف التي تنظم العمل الإنساني؟ أولا، ما ينظم العمل في الأراضي المحتلة هي اتفاقيات جنيف الرابعة التي توجب على الاحتلال توفير الرعاية الطبية وكافة المواد الطبية اللازمة للسكان، وبالتالي ليست إغاثة إنسانية وليس تفضلا وإنما واجبا وإلزام، وإذا خرقت هذه الالتزامات فإنها ترتكب جريمة حرب. دعني أشير هنا أن ليس اللوم على إسرائيل فقط، اللوم على أولئك الذين وفروا اللقاح لإسرائيل وكانوا يعلمون أن إسرائيل تريد فقط أن تطعم مواطنيها والمستوطنين في الأراضي المحتلة عدا عن الفلسطينيين، في تمييز واضح وانتهاك فاضح لكل الأخلاق والمعايير الطبية، على وعلى انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف الرابعة. كان لازم على الشركات، شركة فايزر ومقرها شركتين أمريكا وألمانيا، كان يجب عليها أن توضح الأبعاد الأخلاقية في العقود عندما تبقى أن هذه اللقاحات يجب أن توزع بالتساوي على كافة السكان في فلسطين المحتلة. للأسف الشديد راسلنا هؤلاء، لم نسمع منهم، لم يضغط أحد عليهم. عندما حاول الفلسطينيون الحصول على فايزر من جهات أخرى روسي وصيني، انظر ماذا فعلوا، عرقلوا. لكن أستاذ محمد، في البداية هو كان، ألم يكن على الاحتلال الواجب هو توفير هذه اللقاحات لمواطنين يعيشون في أراضي محتلة؟ الاحتلال يتذرع بأنه هناك اتفاقية أوسلو التي تعطي المسؤولية لوزارة الصحة في السلطة الفلسطينية لتنظيم الشؤون الصحية. انسى اتفاقيات أوسلو، أكل الشرق الدهر وشرب عليها عند قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين تحت الاحتلال، واتفاقيات أوسلو ليست اتفاقيات دولية، هي بين أطراف، فأكل الدهر وشرب عليها، استغلتها إسرائيل لارتكاب جرائم حرب. هناك قواعد تسمو على هذه الاتفاقيات الثنائية، وهي القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف الرابعة، وهي قواعد آمرة لا يجوز خرقها بأي حال من الأحوال، وأي خرق لهذه الاتفاقيات يعتبر خارقها مرتكب لجريمة حرب. نعم، في الملف الحقوقي الفلسطيني أيضا المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن أجهزة الأمن الفلسطينية تضاعف معاناة المواطنين عبر الملاحقات والاعتداءات الأمنية، إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفي المتكررة دون مراعاة لحجم المأساة المستمرة التي تتسبب بها تلك الممارسات القمعية، إضافة لممارسات قمع الاحتلال الإسرائيلي. بيان المنظمة قال أنه في سياق متصل قام أفراد أمن يتبعون للأمن الوقائي في قلقيلية بالاعتداء بالضرب على المواطن الفلسطيني عبد الناصر عدنان رابي والذي يبلغ من العمر 51 عاما. معي مرة أخرى أرحب بأستاذ محمد جميل مدير المنظمة العربية. طيب أستاذ محمد، أنتم ذكرتم هذا التقرير، هل هناك معلومات مثلا عن اعتقاء، عن المعاملة التي تعرض لها الفلسطيني عبد الناصر عدنان رابي؟ لماذا تقوم قوات الأمن الوقائي بالاعتداء عليه؟ بشكل واضح، أسير محرر معارض، له مواقف ضد
أجندة تتبعها السلطة، أيا كان هذا الاعتداء مرفوض، أيا كانت دوافعه، إذا كان عبد الناصر الرابي وغيره ارتكب أي جريمة، هناك قضاء يجب أن يتم ذلك على أسس قضائية وبطريقة شفافة بوجود محامين وغيره. أما الاعتداء بالضرب فهذه نحن لسنا نعيش في غابة، والفلسطينيون يستحقون أن يحكمهم قانون عادل والشفاف. دعني أشير هنا أن السبب الرئيس في هذه الانتهاكات وتصاعدها هو حوار الطرشان الذي حدث في القاهرة. 15 عام مضت على هذه، خلينا نقول، حرب أهلية حدثت حقيقة في فلسطين، راح ضحيتها الكثير، هتكت أعراض، سلبت أموال، حجز على عقارات، سجن آلاف، عذب مئات. لم توضع لجنة، لا نريد أن نقول أن نريد أن توجد لجنة قضائية وحاسبة، نريد لجنة حقيقة ومصالحة على غرار التي حدثت في أفريقيا. يجلس المرتكب الجريمة مع الضحية ويتعاتب وهكذا لإغلاق مثل هذه الملفات. هذا لم يحدث، ولم يحدث حتى التأكيد والتشديد على وقف الاعتقال على أسس سياسية. اتفقوا على أن كل من هو معتقل على خلفية سياسية يجب أن يفرج عنه، والسلطة تقول أنه ليس لدينا أحد على خلفية سياسية، هؤلاء ارتكبوا جرم جريمة جنائية أموال وغيره. فمن السهولة بمكان الباس الفعل السياسي المعارض لبوس جنائي للتهرب من التزامات. ولكن هل فعلا ستموت هذه القضايا؟ يعني من الناحية القانونية والحقوقية، هذه الانتهاكات بغض النظر عن أي مصالحة، عن أي اتفاق سياسي، هل ستدفن وتغيب دون محاكمة ودون محاسبة؟ يعني هذا يعني رهن في الإرادة السياسية للفرقاء المتصارعين والضحايا. نحن لدينا كان عدد كبير من الضحايا قدموا توكيلات لمحامين، قدم ملف للمحكمة الجنائية الدولية، طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية ربط هذا الملف مع التحقيق الرسمي المزمع فتحه قريبا لمحاسبة هؤلاء الذين ارتكبوا كما تعلم جرائم تعذيب في جناحي الوطن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. كان يجب، أعيد وأكرر على المتحاورون في القاهرة، العمل على توحيد الأجهزة الأمنية في جهاز شرطي واحد يسر على أمن المواطنين، لا ينسق مع الاحتلال، يغل يد الأجهزة الأمنية عن الحقوق والحريات، فتطلق الحقوق والحريات ويكون لدينا جو ديمقراطي تسير فيه الانتخابات الحقيقية والشفافة كما تسري في الدول الأخرى. أما إن بقي الحال كذلك فستصاعد الانتهاكات وسيتصاعد القمع وسنعود إلى المربع صفر. شكرا جزيلا لك مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل.